السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هنبدأ إن شاء الله مع بعض بإذن الله في الرياكت. هنشرح إن شاء الله المكتبة بالتفصيل ممل من أولها بإذن الله إلى آخرها بالمشاريع اللي أنا عايز أعملها عليها إن شاء الله. هنمشي واحدة واحدة وإن شاء الله هقول آخر أبديتس في 2021 وآخر حاجة موجودة في الرياكت هنبدأ نشرحها، وهغطي كل حاجة من بداية الرياكت إلى آخر تحديث في الرياكت بأمر الله. عايزين نبدأ واحدة واحدة كده. هنمشي إن شاء الله طبعا مش فيديو واحد، هيكون كذا فيديو، ممكن فيديوهات كتير طبعا عشان الرياكت دي حاجة عظيمة جدا طبعا. هنمشي واحدة واحدة ونبدأ كده على بركة الله. نقول أول حاجة عندنا إيه هي الرياكت. قال الرياكت باختصار شديد جدا هي عبارة عن جافا سكريبت لايبراري، هي مكتبة جافا سكريبت معمولة عشان تعمل لك تعمل بيلد اليوزر انترفيس اللي هي مواقع دي اتش تي ام ال وسي اس اس. الواجهه اللي انت بتشوفها قدامك ممكن تقدر تعملها بالرياكت جي اس، مش الرياكت فقط، احنا عندنا كذا فريم ورك تاني، عندنا الفيو وعندنا الانجلر، دول عباره عن فريم وركس، لكن الرياكت عباره عن لايبراري. فواحد يسال ايه الفرق يا باشمهندس؟ قال لك اللايبراري ما تقدرش من نفسها كده تعمل موقع كامل، لازم تنزل حاجات معاها اللي احنا قلناها الفيديو اللي فات اللي هي ديبندنسيز او لايبراريز تانيه عشان تقدر تعمل الموقع اللي انت عايزه، لكن الفيو والانجلر اقدر اعمل موقع كامل متكامل باستخدام الاثنين فريم ورك دول. فالفريم ورك بيعمل موقع كامل متكامل، واللايبراري لازم يكون معاه حاجه ثانيه عشان تقدر تعمل الموقع بتاعك كامل. ده الفرق باختصار شديد جدا يعني. طيب فعلك الرياكت هي عباره عن مكتبه جافا سكريبت، لازم تكون عارف جافا سكريبت عشان ده كل حاجه اللي احنا هنكتبها في الرياكت عباره عن جافا سكريبت، بتعمل لك اليوزر انترفيس. قال لك كمان الرياكت هي بمنتهى البساطه بتستخدم كونسبت اسمه السنجل بيج ابلكيشن، هنقوله كمان السلايد الجايه واللي بعديها. مختصرها يعني ان الموقع بتاعك عباره عن صفحه واحده، هفهمها للناس السلايد اللي جايه واللي بعديها. الرياكت دي معموله عن طريق الفيسبوك، الفيسبوك هو اللي عاملها، ودي بتمكنك ان انت تعمل دايناميك ابلكيشنز ايضا او دايناميك ويب ابس، يعني بتعمل حاجات دايناميك عشان دي فيها جافا سكريبت وفيها لوجيك وحاجات كتير جدا هنعملها باذن الله. طيب كلام جميل جدا. ايه اللي المفروض تكون عارفه قبل ما تخش معايا في الرياكت؟ لازم تكون عارف HTML، لازم تكون عارف CSS، لازم تكون عارف جافا سكريبت كويس جدا، لازم تكون عارف الـ OOP في الجافا سكريبت. وبفضل الله كل ده موجود عندنا في الليسته الجديده بتاعتنا اللي هي هنا اهي، موجوده بفضل الله كل حاجه موجوده هنا، ال HTML ال CSS تطبيق عليهم عشان تكون عارف بتعمل ايه، الجافا سكريبت بكل حاجه بفضل الله موجوده هنا بالـ OOP بكل حاجه. فلازم تكون شايف الحاجات دي قبل ما تبدا معايا في الدوره بتاعه الرياكت دي باذن الله. كلام جميل جدا. احنا هنستخدم طبعا الفيجوال ستوديو والاديتور بتاعنا الفيجوال ستوديو، وهنسطب شويه اكستنشنز لما نيجي نبدا باذن الله. طيب نبدا بقى ايه هي السنجل بيج ابلكيشن. قال لي السنجل بيج ابلكيشن هو كونسبت كده عباره عن، بيقول لك هو سنجل بيج ابلكيشن عباره عن اب هو that doesn't need to reload the page، يعني هو انت مش محتاج تعمل ريلود للبيج، ليه؟ لانها عباره عن صفحه واحده، انا مش عندي كذا صفحه، لا هي عباره عن صفحه واحده بس، الابلكيشن كله بتاعك عباره عن صفحه واحده. during بيقول لك اهو that doesn't need to reload the page during its use، يعني وانت بتستخدمها انا اسف، وانت بتستخدمها من خلال البراوزر بتاعك ما تقدرش، يعني مش ما تقدرش، ملهاش لازمه ابدا او مش بتعمل خالص ريلود. اللي مستخدم الكونسبت ده الفيسبوك بتاعك والجوجل وجوجل والجيميل وتويتر وغيره. طيب فهمني اكتر يا باشمهندس. كلام جميل جدا. انا فاتح البنت اهو، انا عندي عباره عن صفحه واحده، الموقع كله هسميه مثلا صفحه الاندكس ولا حاجه، الموقع كله عباره عن صفحه واحده هنعتبرها هي الاندكس دوت اتش تي ام ال. انت ازاي بقى بتقول لي ان الموقع ما بيعملش لود؟ قال لك الموقع بيتكون من هيدر وفوتر. هنفترض يعني ان الهيدر والفوتر دول هم اللي موجودين يعتبر في الموقع دلوقتي، هم الحاجات الثابته يعني اللي هو الهيدر والفوتر، والمحتوى اللي هنا هو اللي بيتغير بقى. انت عندك هيبقى عندك كرياكت يعني هيكون عندنا شويه صفحات ثانيه، مثلا صفحه الهوم، صفحه الاباوت، صفحه الكونتاكت وهكذا. الصفحه الرئيسيه اللي انت شايفها بعينك دلوقتي هي صفحه الاندكس دي، صفحه الاندكس دي بس. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ قال لك بمنتهى البساطه انت بيكون عندك مثلا اللي هنا اللينكات يعني الهوم والاباوت وكده، مجرد ما بتدوس على الهوم الصفحه بتاعه الهوم دي بتيجي تتحط جوه الكونتنت ده الحته دي بس.
فاصبح دلوقتي انت شايف صفحه الهوم، مع ان اصلا ايه، مع ان اصلا هي صفحه واحده بس الاندكس، سنجل بيج ابلكيشن، صفحه واحده بس، الموقع عباره عن صفحه واحده، المحتوى بس هو اللي بيتغير. هو دي الصفحه بتاعتي، هتيجي لصفحه الهوم، فمحتوى الهوم هيتحمل جوه هنا، هنعرف ازاي وكود وكل حاجه. هتيجي لصفحه الاباوت، فمحتوى صفحه الاباوت هيتحمل هنا. هتيجي صفحه الكونتاكت، محتوى صفحه الكونتاكت هيتحمل هنا. الحاجه اللي انت بتدوس عليها في الناف بار بتاعك هي اللي هتحمل. الطريقه ازاي مش مهم، انا عايزك تفهم الكونسبت. كونسبت السنجل بيج ابلكيشن معناه ان الموقع كله عباره عن صفحه واحده، والحاجه اللي انت مش محتاج تبقى تتعمل ريلود، والحاجه اللي انت هتحملها هي اللي بتظهر في المحتوى اللي هنا بالظبط كده. دي باختصار فكره السنجل بيج ابلكيشن، باذن الله تكون واضحه. طيب ايه هو اهم حاجات موجوده في الرياكت، او بيسموه الكور كونسبت اوف رياكت؟ ثلاث حاجات مهمين جدا، فكره الكومبوننت، فكره ايه هي الجي اس اكس، فكره ايه هي الفيرتشوال دوم. نمسك واحده واحده ونركز في واحده واحده بالتفصيل المهم. قال لي باختصار، في قديم الازل ايام زمان يعني، احنا عندنا موقع مثلا بيكون عندنا كذا صفحه، عندنا صفحه مثلا الهوم، وعندنا صفحه الاباوت، وعندنا صفحه الكونتاكت، وعندنا مش عارف صفحه مش عارف ايه، البلوج والحاجات دي كلها. نفس الفكره بالظبط، بدل ما هتقول صفحه هتقول كلمه كومبوننت، بدل ما هتقول صفحه هتقول كلمه كومبوننت. بس الفكره ان الكومبوننت ممكن تبقى حاجه صغيره خالص او حاجه كبيره خالص. بمعنى انا عندي مثلا صفحه الفيسبوك، صفحه الفيسبوك دي مثلا هنعتبرها كومبوننت كبيره. قال لك الكومبوننت الكبيره دي ممكن تقسمها كومبوننت صغيره، بمعنى ان انا عندي هنا مثلا الجروبس، عندي هنا مثلا الناس بتوع الشات، صحابي بتوع الشات، هنا مثلا البوستات والحاجات دي. قال لك ممكن تعتبر الجزء ده عباره عن كومبوننت، جزء صغير يعني، والشات ده او البوستس عباره عن كومبوننت، والاصدقاء دول عباره عن كومبوننت. فالكومبوننت ما هو الا جزء او صفحه من الموقع بتاعك متقسمه في HTML وCSS والجافا سكريبت بتاعها كلها لوحده. يعني الكومبوننت هو جزء كده مستقل بذاته، في ال HTML وفي الجافا سكريبت بتاعته وفي CSS لوحدهم. باختصار شديد جدا، انت عندك الموقع مثلا مكون من هيدر وفوتر وسايد بار ومش عارف ايه، فانت اقدر اعتبر ان الهيدر ده عباره عن كومبوننت، والفوتر ده عباره عن كومبوننت يعني فايل، اعتبره كومبوننت دي كلمه فايل يعني، والسايد بار ده عباره عن كومبوننت، وفي الاخر كلهم انت بتحطهم، بتعمل لهم انكلود في الصفحه الكبيره دي، بحيث انها تظهر للايه، انت كيوزر تقدر تشوفها قدامك بمنتهى البساطه. يبقى تاني، الكومبوننت ما هو الا جزء، هو عباره عن صفحه يو اي عاديه خالص فيها ال HTML وال CSS والجافا سكريبت. فكره ان انت بتقسم كل حاجه كومبوننت عشان تبقى ريوزابل، اقدر استخدم الهيدر ده في مكان تاني، اقدر استخدم الفوتر ده في مشروع تاني، اقدر استخدم السايد معتذر، اقدر استخدم السايد بار ده في بروجكت تاني. فانت بتقسم كل حاجه لتقسيمات صغيره، كلمه تقسيمات يعني كومبوننت، كومبوننت صغيره عشان اقدر استخدمها تاني. وده بيخلي لك ان انت مثلا لو حصل مشكله في الهيدر اروح بس للكومبوننت بتاعت الهيدر، مش اروح للموقع كله اشوف فين الهيدر واعدل هنا وهنا وهنا وهنا، لا، وخلاص اصبح في فايل واحد او كومبوننت واحده للهيدر، اصبح في فايل واحد او كومبوننت واحده للفوتر. فلما تيجي تعدل اعدل بس في الفايل ده، مش هقعد الف بقى الف حوالين نفسه واقعد اعدل هنا وهنا وهنا، ما بقاش موجود الكلام ده. يبقى اول كونسبت معانا فكره الكومبوننت، بتقسم موقع كومبوننت اجزاء صغيره. عندي كومبوننت اسمها الهوم، الهوم دي جواها مثلا كومبوننتس ثانيه عادي خالص، عندي كومبوننت اسمها الاباوت، عندي كومبوننت اسمها الفوتر، عندي كومبوننت اسمها الهوم، عندي كومبوننت اسمها الهيدر، عندي كومبوننت اسمها السايد بار، وهكذا. ده كان اول كونسبت معانا بمنتهى البساطه. طيب ايه تاني كونسبت معانا؟ قال لي الجي اس اكس. الجي اس اكس هي اختصار لكلمه جافا سكريبت اكس ام ال، بمعنى ان احنا بعد كده هيكون عندنا كل كومبوننت هنا مش دوت اتش تي ام ال، يعني الفايل بتاعك مش هيبقى دوت اتش تي ام ال زي ما احنا عارفين، لا، هيبقى دوت جي اس. اي كومبوننت هنعملها سواء الهوم سواء الاباوت سواء الكونتاكت سواء ايا كان، هيبقى الفايل بتاعك دوت جي اس. طب انا عايز اكتب اتش تي ام ال جوه الفايل اللي اسمه جي اس ده، قال لك في مكان هنعرفه مع بعض واحده واحده، هنكتب فيه الجي اس ال اتش تي ام ال بتاعنا. فانت دلوقتي بتكتب اتش تي ام ال جوه جافا سكريبت،
بكتب اكواد اتش تي ام ال جوه الجافا سكريبت، فده اسمه كونسبت الجافا سكريبت اكس ام ال، ان انت تقدر تكتب اتش تي ام ال عادي جوه الجافا سكريبت. الجي اس اكس احنا قلنا اختصار لكلمه جافا سكريبت، والاكس دي اختصار لكلمه اكس ام ال. الاكس ام ال هي عباره عن تاجات من اختراعك، يعني اقدر اعمل تاج اسمه تاج حمزه، اقدر اعمل تاج اسمه تاج محمود عادي خالص. فالتاج اللي انت من اختراعك بنسميها اكس ام ال. نقدر نعمل كده في الرياكت، انا هعمل مثلا كومبوننت اسمها الهوم، فانا اقدر اعتبر ان كلمه هوم دي عباره عن تاج، بس الهوم دي تاج من اختراعك انت. فالتاج اللي انت مخترعه مش تاجات ال HTML زي الديفات والبراجرافات والحاجات دي بيسموها XML. فانت من خلال الكومبوننت اللي اسمها الهوم اقدر اكتب فيها تاجات من اختراعي، فعشان كده برضو بنسميها جافا سكريبت XML. هنعرف طريقة كتابتها كمان شوية، بس افهم معايا الكونسبت لوحده. الجافا سكريبت ال JSX هي عبارة عن ان انت تقدر تكتب اكواد HTML وتاجات برضو من اختراعك جوه فايل جافا سكريبت بتاعك. كلام جميل، كلام جميل جدا. طريقة كتابتها هناخدها كمان شوية. حلو قوي، نمسح كل الكلام ده عشان نشرح تالت كونسبت معانا، الا وهو الفيرشوال دوم. الفيرشوال دوم من اسمها عبارة عن الدوم الوهمية او صفحة ال HTML الوهمية. بمعنى انت عندك بيكون عندك تاج ال HTML، ال HTML او النود بتاعت ال HTML، تحتيها عندك الهيد وعندك البادي. البادي مثلا عندك مثلا وليكن اتنين باراجراف، باراجراف وباراجراف هنا، ودي هنسميها الريل دوم، اللي هي الدوم الحقيقية يعني بتاعت ال HTML بتاعت البراوزر عادي خالص. فالرياكت بيعمل ايه؟ الرياكت لما انت بتيجي تعمل تغيير مثلا في الدوم بتاعتك دي، وليكن هتضيف باراجراف جديد، فايه اللي بيحصل؟ اول ما بتشغل الرياكت ابلكيشن بتاعك بيعمل حاجه اسمها فيرتشوال دوم، يعني بياخد نسخه من الريل دوم دي بيعمل نسخه وهميه تاني اللي هي بال HTML بتاعك والهيد بتاعك والبادي والاثنين باراجراف اللي كانوا موجودين. اول ما تفتح الابلكيشن من غير ما تعمل اي حاجه، هو بياخد نسخه من ايه بالظبط؟ من الريل دوم، من الدوم الحقيقيه اللي عندك، بياخد نسخه بيسميها فيرتشوال دوم. طيب انت جيت دلوقتي قمت ضايف باراجراف جديد في المكان ده، فالرياكت بيعمل ايه؟ قال لي بيعمل نسخه تاني من الفيرتشوال ده، خلي بالك بيعمل نسخه تاني بالنسخه الابديتد. يعني ايه؟ انت ضفت باراجراف، فخلاص انا هعمل دوم جديده، برضو كل ده بيسموه فيرتشوال دوم برضو عادي. فالفيرتشوال دوم دي الجديده بقى بيقارن الابديتد دي، انا ضفت باراجراف زياده هنا، هنا ما كانش موجود، ركز معايا، هنا ما كانش موجود، فهو بيقارن دي بدي، بيقارن الاثنين دول ببعض ويشوف الابديت انت حصل تغيير في اي حته بالظبط. حصل تغيير في الحته دي يا باشا، خلاص انا هضيف بس باراجراف هنا، مش هعمل من اول وجديد. لما احنا كنا بنشغلين HTML و CSS عادي، لما تيجي تضيف حاجه بيحصل ريفرشنج او بيعمل دوم من اول وجديد، وده طبعا تضييع وقت جامد قوي، بيرفورمانس كتير جدا. فقال لك الفيرشوال دوم هي اسرع بكتير من الريل دوم، هي حاجه سريعه جدا نتيجه بمقارنتها بالريل دوم. فانت بتعمل حاجه وهميه وتقارن الوهمي بالوهمي، يعني حاجه وهميه بحاجه وهميه، وتشوف ايه هو اللي حصل ابديت، وبعد كده بعد ما يشوف اللي حصل ابديت ان انت ضفت باراجراف بيروح يسمع للريل دوم. فقال لك النتيجه اللي هو بيعملها دي ما بتاخدش ثواني او اقل كلام من ثواني، فعملت حاجه اسمها اسرع بكتير من اللي كان بيحصل قبل كده في ال HTML CSS العاديين من غير اي فريم ورك او لايبراري. فكره الفيرتشوال دوم ان هو بيعمل نسخه وهميه من الريل دوم، وشوف والله لو عملت ابديت بيقارن النسخه الجديده اللي هتعمل لها ابديت دي، هسميها الابديت الدوم، بيقارنها بالفيرتشوال دوم ويشوف والله ايه الحته اللي اتغيرت، وبعد كده يروح يسمع في الريل دوم. بيعمل الحاجات دي عن طريق الجوريزم اسمه ديفينج. قال لك برضه الكونسيبت ده بيسموه الريكونسليشن. الريكونسليشن اللي هو ان انت بيشوف الرياكت، بيشوف الدوم بتاعتك حصل لها تغيير ازاي، عن طريق ان هو بيعمل فيرتشوال دوم ويقارن ابديت الدوم بالفيرتشوال دوم ويشوف الحاجه اللي اتغيرت، بس هو اللي بيسمع فيها بس، مش بيعمل ريفرش لكل حاجه، لا. اي تغيير بتعمله في الدوم من خلال الرياكت اب بتاعك، عملت تغيير مثلا ضفت باراجراف، ضفت ال اي، ضفت مش عارف ايه، هو بيقارن الابديت الدوم بالفيرتشوال دوم ويشوف والله انت ضفت ايه، اللي يروح يسمع في الريل دوم. ومنتهى البساطه.
يبقى كده دول ثلاث اهم حاجات عندنا في الرياكت: الكومبوننت، الفيرشوال دوم، الجافا سكريبت اكس ام ال. نيجي بقى واحده واحده نكتب كود بسيط بمنتهى البساطه. هنمشي بس كده ستيب باي ستيب، واحده واحده كده في الاول، وبعد كده نخش في الغويط ان شاء الله. اول حاجه لو خشينا على الموقع الرسمي اللي هو رياكت جي اس، خشينا على الموقع الرئيسي، طبعا هو متعرب ماشي، هنحوله انجليزي بعد اذنك، حوله الانجليزي انجليش، واقول له جيت ستارت. اول حاجه انا هشتغل عن طريق اللينكات اللي اسمها سي دي ان، كانك يعني منزل الرياكت عندك كملفات سي دي ان مش اكتر. فانا هاخد الاثنين سكريبت دول كده، اخدهم كوبي كده واحطهم عندي في الابلكيشن اللي انا عامله، عامل صفحه اسمها اندكس و اتش تي ام ال. ده مبدئيا، وبعد كده هنخش بقى في اعرفك ان احنا نعمل فايلات جي اس وكل الكلام ده. محدش يستعجل، وامشي معايا واحده واحده. حط الاثنين سكريبت هنا بمنتهى البساطه. بعد كده هاجي هنا هقول لك هعمل ديف، مجرد ديف واخد اي دي اسمه اب، عشان اطبق لك فكره السنجل بيج ابلكيشن، ان الابلكيشن بتاعك بيكون عباره عن صفحه واحده، والصفحه دي فيها عباره عن ديف واخد اي دي، وكل ما يتغير الصفحه اللي انت مثلا رحت لصفحه الهوم بيحمل لك محتوى الهوم هنا، رحت لصفحه الاباوت بيشيل المحتوى اللي هنا ويحمل صفحه الاباوت، رحت لصفحه الكونتاكت بيشيل المحتوى اللي كان موجود ويحمل صفحه الكونتاكت. دي باختصار فكره السنجل بيج ابلكيشن بيشتغل فيها ازاي الرياكت. طيب انا هعمل سكريبت واعرفك ازاي بنكتب بعض الحاجات في الرياكت بمنتهى البساطه، واهمهم الجافا سكريبت اكس ام ال اللي هو الجي اس اكس. هعمل هنا متغير وليكن مثلا نت كومبوننت، مثلا مش هعمل كومبوننت او اليمنت مثلا بيساوي. بكتب ازاي جافا سكريبت اكس ام ال؟ بكتب كده، بكتب تاج مثلا عادي اتش 1 وهلو رياكت مثلا، واقفل اتش 1 كده. اللي انت كاتبه ده حاجه غريبه جدا، هي ممكن تكاد للوهله الاولى انها بسيطه، لكن ما بحطهاش ما بين دبل كوتس، ما بحطش الجو ده بين دبل كوتس، لا انا بسيبها كده للوهله الاولى ان انت ممكن تقول الحاجات دي بسيطه. هي لا، اللي انا كاتبه ده هو كونسبت الجي اس اكس، كونسبت الجافا سكريبت اكس ام ال بالشكل اللي قدامي ده. بيمكنك الجافا سكريبت اكس ام ال ان انا اعمل اكسبريشن. يعني ايه؟ يعني اقدر اعمل كده مثلا اكسبريشن كده، واقدر اكتب مثلا 1+1 عادي خالص وهيتبع عادي خالص، بس ده هنقولها قدام شويه. ركز معايا في طريقه الكتابه بس، ان انا اقدر اكتب تاجات اتش تي ام ال جوه الجافا سكريبت، جوه السكريبت بتاعي. طيب انا عايز اشوف، يعني انا عايز اعمل اشوف الاتش 1 ده عندي في الصفحه هنا، يعني عايز افتح الابلكيشن بتاعه واقدر اشوف الكلام ده. قلنا قبل ما نفتح الابلكيشن عندي كام اكستنشن لازم نسطبه. اول اكستنشن سطب معايا حاجه اسمها لايف سيرفر، لايف سيرفر سطبه معايا، وسطب معايا حاجه اسمها البريتر، ده بيعمل لك ريفورمات بس للكود مش اكتر، وسطب معايا حاجه اسمها البريتر، بتتكتب كده اعتقد عشان الناس لو هي دي البريتر دي، وسطب معايا الايكما سكريبت 7 ده اللي هو شويه اختصارات للرياكت بتسرع لك الكود بتاعك. طيب انا دلوقتي سطبت الحاجتين اللي هو عملت امبورت للرياكت، والرياكت كمان ضم، الرياكت ضم ده عشان تتعامل مع الضم، ان انت تقول له بعد اذنك حط لي الاتش 1 ده جوه الديف ده. فطالما هتتعامل مع الضم اللي موجود هنا فبس باستخدام الحاجه اللي اسمها رياكت ضم. فانا بقول له والله باستخدام الرياكت ضم ده، الرياكت اللي انا كاتبه ده عباره عن اوبجكت موجود جوه اللينك ده، ما اقدرش استخدم ده غير لما يكون موجود ده. بعد اذنك حط لي في فانكشن جواها اسمها الريندر، يعني اعمل لي ريندر او اعمل لي حط لي اللي انا عايز احطه دلوقتي اللي هو الاليمنت ده، عايز تحطه فين؟ عايز احطه جوه الاي دي ده. طب هوصل لده ازاي؟ عن طريق الجافا سكريبت العاديه خالص، دوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي اسمه. خلي بالك انا دلوقتي بكتب جافا سكريبت اكس ام ال، بكتب اكواد خاصه بالرياكت، فمجرد ما انا كتبت كده رياكت دوم دي معناها بعد اذنك خليني الرياكت يتعامل مع الدوم ويحط لي، هتحط لي ايه؟ بتاخد اتنين بارامتر، هتحط لي الاليمنت ده اللي هو الاتش 1 ده هتحطه فين؟ ده البارامتر الثاني، هتحط ايه وهتحط فين؟ هحطه فين؟ هحطه في الديف اللي واخد اي دي اب، انا اسف مش روت طبعا،
اللي اسمه ابدا، وبشغل الكلام ده كله عن طريق اللايف سيرفر بتاعتي عشان احنا كاننا بنشتغل بالسيرفر. فلاقي بمنتهى البساطه عندي ايرور، الاقي عندي باختصار شديد عندي في الكونسول هو عندي ايرور بالشكل ده. ده معناه باختصار ان هو الرياكت بتاعك او البراوزر بتاعك مش فاهم الجافا سكريبت اكس ام ال. البراوزر بيفهم جافا سكريبت بس، فانا عايز احول هذا الكود الى كود جافا سكريبت يفهمه البراوزر عشان يقدر يعرضه لي على البراوزر بتاعي. قال لي عندي حاجه اسمها كومبايلر. كومبايلر بمعنى ان هو وسيط كده بياخد الجافا سكريبت اكس ام ال ويحولها الى جافا سكريبت يفهمه البراوزر. طب ايه الكومبايلر ده؟ قال لي الكومبايلر اسمه بابل. البابل ده لو دخلنا عليه كده، بابل، البابل ده باختصار هو عباره عن كومبايلر، جافا سكريبت كومبايلر بيحول لك الجافا سكريبت الى الجافا سكريبت اللي هي نيكست جينيريشن اللي هو يعني الجي اس اكس الى جافا سكريبت يفهمه البراوزر. انا هاخد بس اللينك بتاعه واقول لك بيكتب ازاي. اقول له ان ذا براوزر، عايز بس اللينك بتاعه، بقول لك بنعمل ايه دلوقتي. هاخد اللينك مجرد احطه هنا وبكتب بس السكريبت بتاعه، بقول له انت التايب بتاعك هيكون زي ما هو كاتب اهو تكست على بابل، عشان يفهم بس اللي انا كاتبه ده حاجه يحولها من الموجود دلوقتي الى جافا سكريبت يفهمه البراوزر. هسيف كده واروح اعمل ريفرش، هلاقي فعلا كل حاجه بقت ظهرت. ليه؟ اللي حصل عن طريق استخدام البابل ده اوتوماتيك حول لي الكود اللي مش مفهوم ده الى كود جافا سكريبت يفهمه البراوزر. طب بعد اذنك يا باشمهندس قول لي الكود ده بيتحول ازاي. بمنتهى البساطه لو انت خدت الكود ده كده ورحت على بابل وقلت ترايت اوت وكتبت كده في على الشمال كده، احنا هنعلم على الرياكت اهو، كتبت الكود ده شوف هيحوله لك ازاي. بمنتهى البساطه حوله لك بالشكل ده رياكت. ممكن نكتب بس اتش 1 ده كده اهو، باختصار شديد جدا هحوله لك للشكل ده. تعال ناخده كده وهفهمه لك سطر سطر. حول لك السطر ده الى للسطر ده. طب ده معناه ايه بقى؟ قال لي بمنتهى البساطه الجافا سكريبت بتتحول كالتالي باستخدام البابل، الجي اس اكس بيتحول كالتالي باستخدام البابل. يقول لي رياكت، الرياكت دي جايه منين؟ من اللينك الاولاني. بتعمل امبورت الرياكت والرياكت دوم. هعمل element اسمه h1، اول بارامتر عندي بيتكتب في الكرييت element اسم التاج، سميت دي باراجراف هكتب هنا باراجراف، سميتها حماده هكتب هنا حماده. فبعمل element اسمه h1. تاني بارامتر لو في كلاس، لو في كلاس واخده ال h1 ده، مثلا واخد كلاس x مثلا بيتكتب بالشكل ده، بفتح object كده وبقول له كلاس name بتاعنا اسمه x، وهنعرف دلوقتي الكلام ده مظبوط ولا لا. وتالت حاجة عندي الكونتنت، الكونتنت اللي جوه الديف اللي هو او الاتش 1 اللي هو هلو رياكت. طبعا لو خدت ده هيحوله لنفس اللي انا كاتبه ده ولا لا؟ تعالى نتأكد. احطه هنا اهو. اهو حولها لي فعلا لي هنا كانت كلاس، انا اسف مش كلاس نيم، كلاس. بالشكل ده بقول له رياكت دوت كرييت اليمنت، اول بارامتر اسم التاج، تاني بارامتر بيحط لي الكلاسات بتاعتي. لو في مثلا اكس وفي واي مثلا وفي زد هلاقي كل الكلاسات بتاعتي بالشكل ده. وهلاقي عندي بعد كده ثالث بارامتر اللي هو الهلو رياكت. طب فرضنا واحد سالني هنعمل ديف مثلا، والديف ده واخد كلاس اسمه اليمنت مثلا، وقفلت الديف اهي، وجوه الديف ده مثلا زبان، هيحول لي الكلام ده كله ازاي؟ هلو وقفلت الزبان. ركز معايا بقى، أول حاجة كتب لي رياكت دوت كرييت إليمنت، أول حاجة قابلتني اللي هو الديف، يبقى أول بارامتر اسم التاج الكبير. بعد كده الكلاسات بتاعت التاج ده مجرد الكلاس الإليمنت. وبعد كده المحتوى، مفيش محتوى. يعني ممكن نشيل خالص المسافات دي، هيشيل لي خالص المحتوى خالص. طب المحتوى بتاع الديف ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إليمنت تاني. فهو عمل لي رياكت دوت كرييت إليمنت تاني. واول اليمنت عندي او التاج اسمه ايه؟ اسمه زبان. طب في كلاسات؟ لا مفيش كلاسات. طب في محتوى؟ اه في محتوى اسمه هلو. طب مش مصدقك يا باشمهندس، الموضوع بسيط. تعالوا نسيف كده ونحط المره دي نفس الكلام الاليمنت، شوف هيطلع نفس الناتج ولا لا. اهو اروح هنا واعمل ريفرش، هتلاقي فعلا نفس الناتج، وهتلاقي الكلاس الضاف اللي هو كلاس اكس ده. طب تعال ناخد المحتوى ده، يعني انا عايز احول الكلام ده عايز اكتبه بالشكل ده. تعال نشوف، انا مثلا عندي h1 عايز بدل ما يكون فيه محتوى، لا انا هحط تاج جديده.
فهقول له React dot create element. اول حاجه اسم التاج اللي انت عايزها وليكن سباب. طب هل في كلاسات؟ لا مش عايز، يبقى نل. طب المحتوى بتاعها ايه؟ وليكن هسميه تيست. فيحول لك الشكل ده. يبقى انا عندي اول element h1 عنده كلاسات، او في كلاس اسمه x، والمحتوى بتاعه عباره عن element جديده، element جديده اسمها زبال وملهاش كلاسات، والمحتوى بتاعها كلمه تيست. هلاقي فعلا الكلام ده ظهر اهو، هتلاقي عندك h1 والمحتوى بتاعها عباره عن زبال، والمحتوى بتاع الزبال عباره عن كلمه تيست بمنتهى البساطه. هو بقى كل الكلام ده بيحصل عن طريق بابل. فهل انت لو عايز تكتب مثلا محتوى ديفات كتير جوه بعض، اقعد اكتب بالمنظر ده؟ طبعا الموضوع صعب جدا. طب ازاي اكتب المنظر ده بالجي اس اكس؟ بمنتهى البساطه، اقول له let element بيساعدنا اني اكتب اكتر من محتوى، فبعمل الاكواس دي واكتب براحتي بقى تاج البيرنت اللي اسمه الديف، وقفله الديف عادي خالص، وجوه الديف ده كان فيه سبام ومش عارف مثلا هلو سبام او اي حاجه، وقفله الاسبام. وممكن تكتب مثلا اتش واحد ويعيش براحتك عادي خالص. لكن لو كنت هكتب بالطريقه الاولانيه الموضوع هيبقى مقرف جدا جدا بالموضوع طبعا. فانت تقدر باختصار تكتب كل الكلام ده بالشكل ده. طالما هكتب بيرنت وهحط جواه كذا محتوى، يفضل اعمل الاكواز دي، لازم اعمل الاكواز دي. اكمل هنا الاتش 1 مثلا، كلمه اتش 1، واشوف الدنيا عندي. هلاقي باختصار بقى عندي فعلا الديف الاي دي. فانت بتقول له حط لي كل الاليمنت ده جوه الديف الاي دي ده. عرفت منين السطر ده؟ بقول له رندر لي، يعني حط لي الاليمنت اللي هو المحتوى بتاعك الجي اس اكس ده، حطه لي جوه الاب ده. فهو حط لك فعلا ديف جوه ديف اهو، في ديف واخد سبان واخد اتش 1 ومنتهى البساطه. ولازم فكره البابل ده عشان باختصار هو اللي بيعمل لي كومبايل، بيحول لي الجافا سكريبت اكس ام ال الى جافا سكريبت يفهمه البراوزر. طبعا بعد شويه يعني هنستخدم بقى فكره النود، ونستخدم فكره الكرييت رياكت اب، كل الحاجات دي هتكون اوتوماتيك موجوده جوه الكرييت رياكت اب. بس انا بفهمك من الاول خالص عشان تكون على علم بكل حاجه. باختصار الفيديو ده باختصار قلنا فيه كذا حاجات كتير. ايه هي الرياكت؟ عباره عن جافا سكريبت لايبراري بتمكنك ان انت تعمل يوزر انترفيس، تعمل موقع كامل يعني، وتعمل يوزر انترفيس كومبوننت خاصه بيك. قلنا اهم حاجه موجوده في الرياكت الكومبوننت، ان انت بتعمل كل جزء عباره عن كومبوننت، هنعرفه ان شاء الله الحلقه الجايه. و تاني اهم كونسبت الجافا سكريبت اكس ام ال، وعرفنا ازاي بنكتبها، وعرفنا ازاي البابل بتحولها عن طريق الرياكت كرييت اليمنت وكده. وتالت حاجه عرفنا فكره الفيرتشوال دوم، ان انت لما تيجي تعمل تعديل او ابديت للدوم بتاعتك، هو بيقارن الابديت الدوم بالفيرتشوال دوم. الرياكت اول ما بيفتح بيعمل فيرتشوال دوم، وبعد كده عملت ابديت بيقارن بقى الابديت الدوم دي بالفيرتشوال دوم، وفي الاخر يسمع في الدوم الحقيقيه، فده بيسرع جدا الريتم عندك. واتكلمنا في كونسبت السنجل بيج ابلكيشن، الموقع كله بيكون عباره عن صفحه واحده، وان كل محتوى بيتحمل جوه الديفادي، محتوى صفحة الهوم والاباوت والكونتاكت وكل حاجة بيتحمل جوه الدفادي، بيتشال قديم ويتحط الجديد بمنتهى البساطة. والرياكت دوم دي عشان تتعامل مع الدوم بتقول له حط لي الاليمنت اللي هو ده، نعتبر دي كومبوننت صغيرة يعني، ويحطها لي فين؟ حطها لي جوه الديف الاب ده. اتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. نعم فيديو سريع ده لسه كبدايات، لسه هنخش في العميق جدا جدا. يا ريت الناس تشوف الفيديو ده مرة واتنين عشان لسه هنكمل عليه وهنخش جامد جدا، وهنبدأ نفهم بقى كل حاجة في الرياكت. طبعا انا ما قلتش المحتوى اللي هنشرحه كامل في الرياكت اللي هو بمنتهى البساطة لو الناس معايا. هنشرح المحتوى ده بالتفصيل ومل. احنا اتكلمنا النهارده عن السيت اب باستخدام السي دي ان، لسه هنتكلم بقى بالنود وبالكرييت رياكت اليمنت والكلام ده. اتكلمنا عن الجي اس اكس وهناخد اكتر بالتفصيل عنها الفيديوهات الجاية ان شاء الله. اتكلمنا عن مفهوم الكومبوننت، لسه بقى ناخد يعني ايه بروبس وستيت وايفنت، وهنتكلم عن الراوتنج، ونتكلم عن ليستس، ونتكلم عن الهوكس واخر اصدارات في الهوكس، وهنتكلم عن الريدوكس واكتر من كده بكتير، وهنتكلم ان شاء الله هنعمل مشروع او اتنين باستخدام الرياكت بكل الحبشتكنات دي باذن الله. ووضحت بفضل الله المحتوى اللي هيتشرح على الجروب، ممكن اسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن بتاع الفيديو باذن الله. اتمنى يا رب يكون الفيديو ده واضح ويوضح لكم الرياكت بتعمل ايه ولو بنبذه بسيطه. ان شاء الله في الفيديو الجاي نبدا بقى نشرح الكومبوننت، نبدا نتعامل مع الدم اكتر والجي اس اكس بشكل افضل، ونبدا بقى نفهم البروبس والستيت والحاجات دي كلها بامر الله. أتمنى يا رب يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.